اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في اول نشره اقتصاديه من مركز الاخبار بتلفزيون البحرين، معي فاطمه بستقي، ونبدا النشره بابرز العناوين. وزير النفط يؤكد في مؤتمر أوبك ان السعر الحالي للوقود في البحرين مقارب لسعر السوق. بورصة البحرين تعلن تحويل أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة إلى القيد الإلكتروني. دول الخليج ضمن قائمة أكثر دول العالم امتلاكاً للسفن التجارية. صكوك مرتقبة بمليار دولار من طيران الاتحاد الإماراتية. أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة. من جديد، صرح وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن الفرصة الآن مواتية لتحرير أسعار الوقود وجعلها مرتبطة بالأسواق العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر أوبك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أكد أن السعر الحالي للوقود في البحرين مقارب إلى سعر السوق. وقد أوضح وزير النفط أن البحرين لم تتخذ خطوة مماثلة للإمارات وسلطنة عمان في تحرير الأسعار حتى الآن، لافتا إلى أن الوقت الحالي يعتبر فرصة جيدة للتحرير، لكن مع ضرورة مراعاة الأمور الاجتماعية للمستهلكين. وبحسب وزير النفط، تنفذ المملكة حاليا عدة مشروعات ضخمة، من بينها مشروع توسعة وتحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو ومرفأ الغاز المسال وخط الأنابيب الجديد بين السعودية والبحرين. كانت الإمارات العربية المتحدة مشاهدينا أول دولة في منطقة الخليج العربي ترفع الدعم عن البنزين في أغسطس 2015 في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا، في حين كانت الكويت آخر دولة لمجلس التعاون الخليجي التي أقدمت على خطوات مماثلة، بعدما طبعا سبقتها كل من السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا من منتصف عام 2014. أعلنت بورصة البحرين بأن جميع الشركات المساهمة المدرجة حولت أسهمها إلى القيد الإلكتروني وإيداعها في جهاز الإيداع المركزي التابع للبورصة. يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي قامت بها الشركات في الأشهر السابقة لتعديل أوضاعها لتتوافق مع القرار رقم 5 الصادر عن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين بشأن تعديل بعض متطلبات إدراج الشركات في البورصة. ويعتبر التحول للقيد الإلكتروني واحدا من المبادرات الرئيسية للخطة الاستراتيجية التي تبنتها إدارة البورصة لتطوير قطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بوجه خاص، بهدف تعزيز إجراءات حماية المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي بشكل يزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي القومي. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع الشيق معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله عبدين، مدير إدارة التسويات والإيداع المركزي في بورصة البحرين. أهلا بك أستاذ عبد الله. اهلا وسهلا اخي فاطمه. اهلين استاذ عبد الله، لو في البدايه تكلمنا اكثر عن القيد الالكتروني في البورصه وماذا يعني؟ بدايه احب ان اهنئ وابارك تلفزيون البحرين وجميع العاملين فيه على الحله والانطلاقه الجديده، واحب ايضا اشكركم لاستضافتكم بورصه البحرين حتى نتحدث عن احدى اهم انجازات بورصه البحرين لسنه 2016. شكرا. وسعيد جدا ايضا بان الاخت فاطمه بستقي كانت من ضمن فريق الاداره التي عملت على جزئيه كبيره من الاداره وبالذات في الايداع المركزي. في البدايه احب ان اشكر المسؤولين في مصرف البحرين المركزي وعلى راسهم سعاده المحافظ على الدعم والمسانده التي حظيت بها البورصة في مراحل إعداد وتنفيذ القيد الإلكتروني للأوراق المالية. وأحب أيضا أن أهنئ مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الذي كان له الدور الرئيسي على إنجاز هذا المشروع. طبعا تأتي هذه الخطوة المهمة ضمن المبادرات الرئيسية للخطة الاستراتيجية التي تبنتها إدارة البورصة كما ذكرت لتطوير قطاع رأس المال، وايضا التماشى للمتطلبات العالميه في قطاع رأس المال من خلال تطبيق المعايير الدوليه. طبعا حبيت ان اركز، هناك منظمه عالميه مختصه وتسمى هذه المنظمه العالميه لهيئات اسواق المال ونسميها الايسكو،
تصدر معايير رئيسية فيما يتطلب بالأنظمة قطاع رأس المال وتطويرها، وفي نفس الوقت فيما يخص القيد الإلكتروني. حبيت بس أذكر بشكل رئيسي بأن مع تطبيق نظام القيد الإلكتروني ارتفع عدد المساهمين بنسبة 100%. يعني اليوم الإحصائيات حتى نهاية أكتوبر نتحدث عن 143 ألف مستثمر، وهذا الزيادة كانت بنسبة 100%. وعدد الأوراق المالية المودعة ضمن السجل المركزي بعد تحديث السجلات جميع شركات المرجع وصلنا إلى 31.2 مليار ورقة مالية مودعة. كل تأكيد أستاذ عبد الله أن هذه الزيادة بنسبة 100% في شهر أكتوبر مثل ما ذكرت راح تكون لها عوائد وأشياء إيجابية لمملكة البحرين. احنا حابين لو تطلعنا أكثر على خطوات انتقال الشركات المدرجة إلى القيد الإلكتروني. نعم، في المرحلة الأولى طبعا تأكدنا أو ضمننا بأن نظام التداول ونظام الإيداع المركزي يواكب جميع المتطلبات فيما يخص حفظ هذا الكم الهائل من الأوراق المالية. طبعا لو فرضنا أن من هم المستفيدين؟ هم طبيعة الحال يعني المستثمر، لكن حبيت أذكر بأن الشركات المدرجة هم على رأس المستفيدين من خلال تطبيق النظام الإلكتروني للأوراق المالية. يعني في المرتبة الأولى كان في السابق اللي يثبت ملكية المساهم هي الورقة المالية، هي الشهادة الورقية، فكانت الشركة تدفع رسوم جدا عالية حتى إصدار الشهادات الورقية. في الوقت الحاضر ليس هناك أي داعي لهذه الشهادات الورقية، فالقيد الإلكتروني هو معتبر. وطبعا هناك قوانين رئيسية صادرة من قبل المصرف بأن الإثبات في الأوراق المالية في المعاملات الإلكترونية هي قانونية، فبالتالي ايوه فالشركات المدرجه مستفيده من خلال التكلفه، من خلال حفظ هذه السجلات بشكل الكتروني. طبعا اهم ما من الخدمات هذه هي استمراريه العمل واداره المخاطر في مسك وحفظ السجلات بشكل الكتروني. كل تاكيد. استاذ عبد الله، ما هي الخطوات القادمه لبورصه البحرين لتطوير هذا السوق للمستثمرين محليا وعالميا؟ نعم، طبعا احنا نعتبر القيد الالكتروني هي او هو جزء من هذا التحول. يعني لنفترض في هناك بعض الشركات المدرجة في بورصة البحرين هي ايضا مدرجة في الاسواق الاقليمية، فبالتالي هناك فرصة كبيرة للمستثمر بأن لما ينفذ صفقاته في مملكة البحرين بشكل إلكتروني هناك سهولة في نقل هذه الأوراق المالية وبالتالي التداول في الأسواق الأخرى. كل تأكيد. أستاذ عبد الله عبدين، مدير إدارة التسويات والإيداع المركزي في بورصة البحرين، شكرا جزيلا لك. والمشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.